رايكم يا شباب؟ هذه تشوفونها امامكم 8 و3. ايش رايكم؟ ايش رايكم يا شباب؟ ما اسمع، ما اسمع، ما اسمع يا شباب. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. ايها الاخوة الحضور، نبدأ. ايها الاخوة، نحن متواصلين مع اشواط هذه الامسية. يتبقى معنا اشواط الخلفان. وين الزعفران؟ يلا فالكم الناموس. عموما هذه النتيجة الان بين المركزين الاول والثاني. رأي الجمهور، من يرشح 16 ومن يرشح 18؟ من يرشح 16 18؟ مالك عنيدة 16، سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان، ألف مبروك. المركز الثاني سلهود المطرف المسعود مهدي الأحبابي. تهانينا والناموس لمالك عنيدة سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان على فوز عنيدة حملة الرقم 16. الله يسهلكم خير وعافية. بداية الرحلة هذا سؤال تقدم من عير الشيخ سلطان الزايد قنات أمها، وفيه بنت الكايدة كانت أغلى ناقة لسمو الشيخ سلطان الزايد الكايدة، وأول سيارة تأخذها على مستوى الصغار كانت الكايدة. هل توقعت الفوز الليلة مع شوط مفتوح أصحاب السمو الشيخ؟ والله الحمد لله بتوفيق من الله. الناقة هذه ما قدر بنت الكايدة ناقة النص؟ لا، بنت الكايدة ناقة الشيخ سلطان بنتها، ناقة الشيخ سلطان الزايد. زين، مشاركاتها قبل هذا اليوم؟ والله مشاركاتها فايزة في سويحان، وفايزة أول قبل عندكم هنيسة المسلم بيفات، وأحد بطلات البيرق الناقة هذه، ومن أجود الحلال اللي عندنا، وهي بالأخص أنها تلال. محمد مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم في برنامج مع الفائزين. معي في هذه اللحظات راشد بن نصر المنصوري، اسم معروف برز في عالم المزاينات. راشد، الف مبروك الفوز، وذكرنا باسم الغالي. الله يبارك. هاي الدارك. نعم، على بعير حسين بن حسين العجمي ابو عبد العزيز من انتاج كرعانه، وهذه ابوها شهبار وما سعدي. راشد، تعتمد في المزاينات على الانتاج ولا على المشترى ولا على الودائع؟ في ودائع في الانتاج؟ ما لك دور، والله كلها مشترى وانتاج. في المزاين دخل في الودائع ولا ما دخل؟ خلينا نطلع شوي. والله دخلوا، في ناس دخلوا ودائع، في ناس عندهم ودائع. نعم نعم. راشد، الودائع تداعى بس تقريبا راحت. زين راشد، كيف شفت شوط الدان؟ شوط الميدان؟ والله الحمد لله، شوط ساخن، شوط مفتوح، شوط خاصم الشيوخ. اي نعم، شوط الشيوخ، وكان شوط صاخر الصراحه، والحمد لله احنا حصلنا على المركز الاول والمركز الثاني والمركز الرابع. راشد، سؤال بسيط، بامكانك انك تفوز الفتره الصباحيه، ولكن انت دائما تعشق اشواط الرموز، تعشق اشواط اصحاب السمو الشيوخ الحلال الجليل، قوه الحلال اللي في عز الحلال طيب، والناس على ما قال المربي في كل واحد، كل اللي عنده حلال طيب، والانسان يطالع المواقع اللي بينجز فيها، شوف اللي بينجز فيها ويقدم حاله. وانت دكتور مطيه في الشوط، وهي في مستوى الشوط. نعم. راشد، سؤال ايضا بسيط، احنا الليله طلعنا شوي من اطار الفرح والتهاني، لكن تطابق راي الجمهور مع لجنه التحكيم في اغلب الاشواط، ايش يعني هذا؟ هذا يعني راحه المشارك وإعادة السوق مثل ما كان في المشترى وفي البيع وكل حاجة، لأن في إجماع بين لجنة التحكيم وبين الجمهور. هذا معناته من شفافية التحكيم ودقة التحكيم ونظر المحكمين، إذا صار نظرهم قوي صار على نفس نظر الجمهور، على نفس الترشيح. إذا صار أيضا الجمهور واعي، يعني عنده خبرة. أكيد الجمهور هو صاحب الحلال. صحيح. الجمهور هو اللي اشترى، هو صاحب الحلال، اشترى ملايين، فهو صاحب الحلال ويعرف الزين من الشيء. بس المشكلة إذا صار المحكم يضرب شيء يرسل رانب، هذه مصيبة. نعم. فأنت ما تتوقع نتيجة وين اللي تقول رقم واحد تيك عاشر ولا طلعت سمن ولا كذا. فالحمد لله يعني نعاد هذا الفضل، نشكر الله عز وجل، ونشكر فيصل العطية على التنظيم الطيب وعلى اختيار لجان وعمل عليهم بروفات وقوة نظرهم، لأنهم هذا ميدان نفس ميدان البورصة، يوم تحط بروكرية حي الله ويلعبون في حال العالم،
صراحة النبي الله وجهه كان دقة في اختيار اللجان وكان تحكيمهم على ترشيح الجمهور.